ليش سمينا هذا under actuated؟ تمام. احنا عايشين في عالم ال degrees of freedom اللي فيه هي x y z وثيتا y ثيتا x ثيتا y ثيتا z. فاحنا عايشين في عالم في 6 degrees of freedom. فاذا بنيت بشكل عام انا robotic arm or manipulator arm له less than 6 degrees of freedom بسميه under actuated، يعني كانه هو قاصر او يعني غير قادر. هذه بتوصف الانستركشن. فهي الانستركشن عندي هون r اللي هي السيريال لينك دوت الكلاس تبعها سيريال لينك اي كينيماتكس t. واضح شو تي؟ ايش هي تي؟ اللي طلبت فيها البوز اللي بدي احققه اللي هو راح يكون 4 باي 4. كيو انيش كيو 0 هو انا بعطيه اي نيوميريكال سوليوشن انت بدك تعطيه حل مزبوط يبدا منه نقطه بدايه يبدا منه هاي نقطه بدايه اللي بعطيها وهي احد الطرق اللي بقدر اخليه يروح على مكان وما يروحش على مكان الثاني. الانفرس كينيماتكس قلنا في اكثر من حل مش هيك؟ ام هي راح تكون الماسك. في بعدين اوبشنز ثاني هون انا ما استعملتها. هاي الماسك هون عندي مثلا 1 1 1 0 0 0 ل 3 ديجري اوف فريدم مثلا. هلا الاربعه وخمسه نفس الشيء بعمل نفس الطريقه بحدد اللي بدي اياه. هلا اذا اخذنا المثال اللي هون خلينا ناخذ مثال ال 2 ديجريز اوف فريدم. راح اخذ هذا المثال. الاربعه ديجريز اوف فريدم موجود كانوا يستعملوا نفس الشيء بس انا راح اشغل واحد منهم. نفتح هذا. هلا هون في كمان روبوتيك ارم معرف كستاندرد اسمه تو لينك. هلا لسبب معين هو البيس حاططها شيء عجيب فانا اضطريت اضبط البيس. خلينا نشوفها. يعني مش حاطط البيس انها هي الايدنتيتي ماتريكس. يا اما خطا بعرفش يا اما خطا او في سبب معين. هلا اذا بنعمل اظن هو سماه نفس الشيء هي التو لينك. التو لينك واضح انه ايش؟ ار ار هي ثيتا 1 وثيتا 2 وكانه بلينر مش هيك؟ مش بلينر لانه ما في الفا هون هو بلينر. يعني هذا ببساطه عباره عن 2 ديجريز اوف فريدم هيك وهيك وهيك. هاي عندي ثيتا 1 وهي ثيتا 2 واذا كان الزد هذا هون والزد هذا هون هي ثيتا 1 بوزيتيف هي ثيتا 2 بوزيتيف. فهذا فعليا يعني الشيء الوحيد اللي بقدر احققه شو هو؟ اكس واي مظبوط والاورينتيشن راح يطلع فاحنا هون هلا راح نحط له ماسك. هلا هون اللي غريب انا ما بعرفش ايش سببه ليش هو انه في خطا ولا في سبب في سبب واضح ليش عمل هيك البيس. نعم لا 90 ديجري بس يعني زي كانه البيس تبعته عن الحيط يعني فيرتيكال مش انا ما بعرف ليش لما كملت فيه اعطاني اخطاء فرجعت ضبطته او على الاقل خلينا نقول انا ظبطته بهذا الشكل. هلا يمكن يكون ما فيش مشكله بس ما كانش يعطيني جواب لما اطلب منه او يمكن ما كانش يحقق المكان اللي انا بدي اياه. او خلينا اكون دقيق اكثر من هيك. المثال اللي هو حاطه في الكتاب ما بنحل اذا ما غيرت البيس. فكانه النقطه اللي حاططها كانت مبنيه على بيس محدده فبقدرش اعطيك حل او بيطلع فيه مشكله. فخلينا اظبط راح اظبط انا البيس زي ما انا بدي اياها. فرجعت البيس عمليا ايدنتيتي ماتريكس. كان ممكن استعمل شيء مختصر اكثر من هيك مش هيك ايدنتيتي ماتريكس ايش اقول بس اي فرجعت انا البيس هلا هون هي شفتوا ايش عملنا بلغه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج اتريبيوت هذا اتريبيوت مش هيك اتريبيوت للكلاس سيريال لينك الاتريبيوت هذا انا غيرت القيمه تبعته وبعدين طبعا طلعت عليه فرقت انه حولته للايدنتيتي ماتريكس. هلا راح نطلب منه انه يحقق تي معينه. فالتي انا هون حطيت تي الانستركشن ترانزليشن بالروبوتكس تول بوكس بس بيشتغل بالاتجاهين. ممكن استخرج الترانزليشن من تي وممكن احط الترانزليشن في تي. عارفين الكل على شو الترانزليشن؟ اللي هذول الثلاثه فانا ممكن اخذ الترانزليشن واحطها في تي. الانستركشن اللي بستعمله هو ترانزليشن اكس واي وزد. فانا هون اخذت الماتريكس الاصليه تي. الماتريكس الاصليه تي كانها ايدنتيتي ماتريكس يعني هون 1 1 1 وانا هون اي انسرتد 0.4 0.5 0.6 والانستركشن هذا ترانزليشن ترانز بدخل هذه هون ما غيرش الروتيشن ضلت الروتيشن نفسها. هلا احنا بدنا نطلب منه يحقق هذا البوز. فطبعا لو اعطيته هلا لو اعطيته هاي بدون الماسك راح يعطيني خطا مزبوط. فانا حطيت له الماسك. فالماسك بيقول انه الانيشال بوزيشن ابدا منه 0 0 بيقدر يبدا هو من 0 0 الانجلز بيكونوا 0 0 مش هيك لان هي ثيتا 0 بيكون هون
وهاي بتكون هون، فبيبدأ من 0.0 بيكون ممدود بهذا الشكل. وعطيته تي اللي أنا طلبتها، تي اللي أنا طلبتها اللي هي الأورينتيشن بدي إياها تكون إكس واي زد ألايند، أنا طالبها منه تكون ألايند مع هذا، مستحيل يحققها ويحقق بنفس الوقت يعطيني الإكس واي اللي أنا بدي إياه. فأنا أعطيته أورينتيشن، بس هلأ راح أتراجع وإيش أقول له؟ اهمل الأورينتيشن اللي أنا أعطيتك إياه، يعني هذول إكس 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 مش هيك، واهمل كمان الزد، وإت ميك سنس إنه يهمل الزد أصلاً ما بقدرش يحققها، مظبوط؟ فأعطاني هلأ هذول، هلأ إيش أنا طلبت منه يحقق؟ 0.4, 0.5, 0.6. هلا اعطاني هو زاويتين، اوكي، بس انا بدي اتحقق شو البوز اللي حقق لي اياه، شو بستعمل، بدي اشوف شو البوز اللي طلعه. هلا بلوت او قبل البلوت ايش بقدر اعمل؟ فورورد كينيماتكس. فبنعمل هلا تي نيو او تي فاينل او شيء بيساوي 2 لينك فورورد كينيماتكس من الـ QI اللي هو أعطاني إياها. طيب هلأ بدنا نقارن، بدنا نقارن T اللي إحنا طلبناها بالT اللي طلعت معي، بس هدول مختلفات. إيش السبب الرئيسي إنهم مختلفات؟ إنه هو محدود لأنه هو under actuated، هو under actuated فأهمل لي تماماً الـ orientation، يعني الزد، الزد ما هي هو أصلاً ما عندهش خيار هو يغير، وأهمل الزد مش هيك؟ الزد هون 0.6، أنا طالب منه يطلع لـ 0.6، مستحيل يطلع لـ 0.6 فأعطاني زد 0، والتزم بمين اللي طلبته منهم؟ 0.4. أوكي؟